دكتور انجام، اليوم الشعب اللبناني جوعان تعبان ومقهور من ايده، على راسه، من ايده. يعني هلا اليوم بده يسلم امره لحيالله حدا ممكن يشوف فيه خشبه خلاص. في ناس دفعوا 25 مليون دولار امريكي عدا ونقدا تينتخبون الناس، وبيطلعوا بيحكوك بالتغيير وبالتقدم وبالاصلاح وبالمستقبل بكل واحة، وهن دافعين مصاري. هول اللي بنعرفهم، نص اللي بيطلعوا دافعين مصاري وشارين الناس. الفاسد مش اللي بيرشي بس، في فاسد أكتر منه، هو المرتشي. ما انتخبت؟ اللي بيقبض. ما انتخبت دكتور انجاي؟ لا ما انتخبت وما رح انتخب. ليه؟ ما بعطي هالشرف لحدا. يعني مقصر بحق الوطن ابدا. يعني كل هالوطنية اللي عم تحكي فيها ابدا، كل هالوطنية عم تحكي أبداً. فيها ابدا. هيدا رأيك جنب بالصندوق، هيدا رأيك وبحترمه. وإذا بدك كفي الحلقة، بدك تضيفني فنجان شاي بدون سكر. بدون سكر، جيبوا له شاي بدون سكر. وعشرت تكون مصلبي عليه ريفا. كمان مصلبي عليه. ما في. دكتور. ما في مزح. هلا أنت فكرني عم بمزح. أول شيء، لا لا ولا أنا مش عم بمزح، عم بجيبوا لك. طيب. قد إيه بده فنجان شاي؟ شو يخني هو؟ عملت داي هلا طلبته. طيب شو؟ كافيتيريا. يلا. أوكي. كنا عم نحكي عن الانتخابات. أول شيء خليني أقول إنه الكلام اللي قلته أنت بتحمل مسؤوليته. هديك ساعة عن شو حكيتك؟ عن الرجال وعن أشباه الرجال. أوكي؟ ايه. وأنت بتقشع بعيونك وبتسمع بدينك وبتحلل بعقلك، مثل غالبية اللي عم بيشاهدونا هلا. في رجال وفي أشباه الرجال اللي سماهم الإمام علي رضي الله عنه. عم شوف إذا أنت واعي للي عم تقوله. يعني اللي قلته بحق الطائفة الشيعية يعني ابدا، بالعكس. الطائفة الشيعية لازم تعجب فيي لانه انا عارف بالموضوع. والطائفة الشيعية اذا عندها جرام وطنية، لو بدهم اياك تكون عارف بالموضوع، وهي عندها اكثر من جرام وطنية، مفروض تحط ايدها بايد ناس مثلي. الطائفة الشيعية مش غيري، انا واللي مثلي واللي بيفكروا مثلي. اذا بدها رجال حدا، اذا بدها خواريف حدا، في كتير خواريف وبسينات. بس اذا بدها زلم، في زلم. بس بدك توقف حدك رجال، بده يكون عندك ركاب. اول شيء طبعا، اولا. ثانيا ما بدك تسكته، بدك تخليه يحكي، وبدك تاخذ بعين الاعتبار شو بيحكي، وبدك تناقشه. بس مش بتناقشه بالرشاش، لانه بالرشاش فيك تناقش مين ما بدك. بس اذا ما معك رشاش، هون القوه. كنت عم بحكي انا وياك قبل شوي عن الانتخابات الرئاسيه اللي عم بتصير، او المسرحيه اللي عم بيعملوها علينا، الدراميه. يا ريت مسرحيه بتسلي. بس هون الليتر بده يكون في عنا رئيس. مش بالضروره. قبل ما انتخب العماد عون ضلينا سنتين واربعة اشهر وثلاث اشهر وست اشهر نسيت. ما بعرف.